جميل أن تبادلني المشاعر، فذاك الحب في الأرواح عامر. إذا افتقرت نفوس من صداها، فذاك سر يحير كل جابر. فإن صدى المشاعر صوت حب، يؤثر مثل تأثير المنابر. ويبقى الود ما بقي الوفاء، كما يبقي الزيادة شكر شاكر. وإن أبصرت ذا خطأ وعيب، فلا تقبل إليه وأنت ثائر، ولكن صحح الأخطاء سرا، ولا تحكم عليه بحكم جائر. جميل أن تبادلني المشاعر، فذاك الحب في الأرواح عامر. إذا افتقرت نفوس من صداها، فذاك سر يحير كل جابر. ولا تعجل وكن عدلا حكيما، وإن لم تستطع صبرا فشاور. وإن كان الخلاف له مساغ، فسر خلف الأئمة لا تكابر. فلا تغفل فتلبس ثوب عجب، فتحتقر الأصاغر والأكابر. ويقبل منك للإصلاح نقد، ولكن كيف يقبل نقد ساخر؟ ولكن كيف يقبل نقد ساخر؟